بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكير عبد العالي ام في بي مايكروسوفت، والدرس 35 من دروس السي شارب. سنواصل مع الديليجيت الجزء الثاني، سنتكلم على اكشن طبعا، لم نكمل بعد في الجزء الاول، و بريديكيت. نذهب الى الدرس الذي عملناه في الجزء الاول، ونريد تغيير هذا الكود كي نتعامل مع ديليجيت من نوع اكشن وليس ديليجيت كديليجيت. اذا سنحذف هذا الكود الذي يعرف لنا ماي ديليجيت، سنترك الميثود التي هي عباره عن ستاتيك ونريد طلبها من داخل ماي كلاس. طبعا الكثير يقول لي لماذا ما دامت هناك ستاتيك فنطلب الميثود عادي، يعني ماي ستاتيك كلاس هنا، وسننزع هذا البارامتر، لا نحتاج الى كول باك. فيقول لي يعني نعمل ديليجيت، يعني بدون حتى ديليجيت، يعني مباشره سنعرض هذا الريزلت، هذا يعني مثل ما عملنا بهذه الطريقه. هل ستشتغل هذه الطريقه؟ سنذهب الى الميثود، سنحذف كل ما هو ديليجيت هنا، لا نحتاج الديليجيت، نحتاج فقط my object الذي سيطلب الميثود بدون بارامترات. اذا كما تلاحظون بدون بارامتر، وسنعرض النتيجه هنا result مباشره عن طريق static class بدون action بدون delete. ستشتغل بدون مشاكل كما تلاحظون، لانها static method هي موجوده في class ثانيه static، اذا نصل اليها من اي class. إذا لماذا ننشئ الديليجيت؟ هذا لأن الدرس، لكي نفهم الديليجيت لابد أن أعمل درس بسيط فقط، يعني تعمدت هذا المثال، هذا مثال بسيط جدا لاستعمال الديليجيت واستعمال أكشن. فكما تلاحظون نستطيع استعمال ستاتيك، طلب الميثود ستاتيك بهذه الطريقة وتشتغل. إذا ما دمت تستطيع عمل ذلك فلا داعي للديليجيت. عندما لا تستطيع عمل ذلك هنا تتطلب الديليجيت. أنا تعمدت هذا المثال لأنه بسيط جدا، لو عملت يعني مثال معقد بالديليجيت لم أجد مثال يعني بسيط باستعمال ديليجيت بدون يعني بالبساطة هذه، لذلك استعملت هذا المثال البسيط لكي نفهم كيف نطلب الديليجيت، كيف نقوم بالريفيرنس أو ربط الديليجيت أو تأشير الديليجيت على ميثود معينة إلى آخره. اوكي، اذا قلنا هذه نستطيع فعلها، لكن كما قلت متى لا نستطيع فعلها؟ سنعمل الديليجيت او اكشن. نواصل الان في اكشن. اكشن هي عباره عن ديليجيت. اذا نزعنا هنا الديليجيت وتركنا فقط الميثود اللي هي التي سنربطها مع الاكشن. الاكشن هي ديليجيت، فنستطيع لابد ان نربطه مع هذه الميثود او نؤشره بهذه الميثود، ونذهب الى الكلاس وننشئ اكشن. اذا عندما نكتب اكسيون ونضغط الى الهلب، كما تلاحظون يقول لي هي عباره عن ميثود ديليجيت void. اذا هو ديليجيت بالنوع void ولا توجد بارامترات. اذا عندما ننشئ ديليجيت بهذا الشكل لا نكتب بارامترات هكذا. اوكي، فالبارامترات تكتب عن طريق يعني هذا الكروشي هذا، فنكتب البارامترات T2 T3 إلى آخره. أوكي، هنا سنكتب البارامترات. نحن في مثالنا هذا نحتاج إلى بارامتر هو الريزلت، هو هذا سترين، إذا سنكتب سترين. أوكي، ثم نسميه، نعطيه نفس الاسم ماذا سميناه هنا في الديليجيت، عندما انشانا الديليجيت سميناه هاندلر. اوكي، يساوي الى، نستطيع عمل نيو اكشن، لكن مباشرة نعطيه الميثود التي نريد الربط او التاشير عليها. اذا نعطيه الميثود. جيد، اذا اصبح هذا هاندلر عباره عن ميثود، يعني كانه فاريابل من نوع ميثود. طبعا هو اكشن، كأن هذه الميثود أصبحت داخلها في فاريابل. أوكي، بعد ذلك سنقوم بالطلب. إذا
مباشرة سنرسل الريجن، أو نستطيع عمل invoke، يعني تستطيع عمل نقطة invoke، يعني نفس الشيء ستقوم بالطلب، يعني يعمل call للميثود. الميثود أين هي؟ هي هنا. إذا أشرنا على الميثود بواسطة هذه المتغيرة التي هي تعتبر delegate من نوع action، وطلبناها بهذا الشكل، يعني مباشرة طلبناها بهذا الشكل مثل ما عملنا هنا، طلبنا الميثود بالبارامترات. هنا نطلب الميثود لأنها يؤشر عليها، فهذا أصبح هو نفسه هذه الميثود، فسنقوم بالتأشير عليه. إذن وفي البروغرام مباشرة سنطلب الميثود الأساسية الموجودة في الأوبجكت وننفذ، وكما تلاحظون ظهرت النتيجة. نعيد، قلنا في كلاس ماذا قمنا بإنشائه؟ أنشأنا أكشن. أكشن قلنا هي عبارة عن ديليجيت. ديليجيت افتراضيا لا يحتوي على بارامترات. هنا اوتوماتيكيا اعطاني يعني النوع الاول من الاكشن. لماذا؟ لاني عملت سترينج. لو عملت فاصله انت وذهبنا الى الهلب سيعطيني النوع الثاني اين هو، تي 1 تي 2 حتى اظن تي سيز يعني 16. هناك يعني ليميت، يعني البارامترات هي محدوده يعني 16. اوكي، كما تلاحظون هنا يقول لي لا أستطيع التأشير على هذه الميثود. لماذا؟ لأن هذه الميثود لو ذهبنا إليها نجد عبارة عن بارامتر واحد من نوع string، لكني أنا أنشأت delegate من نوع string فيه بارامتر من نوع string هو int، لذلك لا يتعرف عليه، فلذلك سأنزع هذا وهكذا ستشتغل. إذن بعدما أشرنا أو قلنا أن هذا المتغيرة التي هي عبارة عن action اللي هو عبارة عن delegate هي ميثود تؤشر على هذه الميثود، نستطيع بعد ذلك طلب هذا المتغير مباشرة كأنه ميثود، يعني نرسل البارامترات عادي مثل كأنها ميثود. أوكي، فهذا المتغير أصبح كأنه ميثود وكتبناه هنا. جيد، بعد ذلك ما قمنا بفعل ولا شيء هنا، لا أنشأنا أوبجكت ولا ديليجيت ولا شيء آخر، مجرد طلب الميثود الأساسية لهذا الأوبجكت ماي كلاس، فقام بعمليات حسابية ثم طلب، وجدنا أن هناك أكشن فنفذ هذا الأكشن، والأكشن هذه ستنفذ أشرت على الميثود ونفذت هذه الميثود التي تقوم بالطباعة. هذا كل شيء في الأكشن. سنواصل مع النوع الثاني من الديليت. نواصل الآن مع البريديكيت، هو بنفس طريقة الأكشن، يعني سننشئ predicate. نحتاج الى بارامتر، اذا هو ايضا يعني البريديكيت يحتاج يعني فيه بارامتر واحد. لن نجد يعني بريديكيت لو انشانا لو اضفنا من المفروض يعني الا اذا تغير في الاصدارات الجديده. نعم، هو يحتاج الى بارامتر واحد كما تلاحظون، يشتغل على بارامتر واحد لكن ليس void. إذا هو delegate predicate هو ليس void، هو يرجع قيمة boolean ليس شيء آخر، فقط bool قيمة منطقية وبه parameter واحد. أوكي، فننشئ بنفس المثال الذي قمنا به بنفس المتغيرة handler ونعطيه الميثود، لكن هذه الميثود هي void، وقلنا أن predicate هو مثل الأكشن، يعني هو delegate مثل الأكشن لكن الأكشن هي void، هذا عبارة عن bool. إذا لابد من أن نغير هنا void وتصبح bool كي نستطيع إنشاء predicate. وبطبيعة الحال لازمنا return، لنفرض نضع يعني نضع شرط إذا كان string is empty كمثال. إذا أصبحت الميثود ترجع قيمة حقيقية، قيمة منطقية إما true أو false حسب هذا الشرط، واستطعنا التأشير عليها بواسطة delegate من نوع predict، لأنه هو الذي نستطيع يعني، لأن الأكشن قلنا هو void نستطيع طبعا إنشاء delegate، لكن بما أن هناك كلمات أو مفاتيح
مثل الاكشن والبريديكيت من المفروض نستعمل هذه عندما ونستعمل ديليجيت. اذا كان عندي يعني نريد انشاء ديليجيت يرجع لنا قيمه منطقيه وبه بارامتر واحد فنستعمل مباشره بريدكت، واذا كان void فنستعمل الاكشن. اوكي، فالان لا نغير شيء، قمنا بطلبها بنفس طريقه الاكشن طلبناها، فقط الاختلاف هو ان البريديكيت به بارامتر واحد استعملنا يعني هو تي يعني ياخذ كل جينيريك يعني ياخذ كل الاشياء، و لابد ان تكون الميثود التي يؤشر عليها ترجع بوليان يعني قيمه منطقيه، لانه هو لا يقبل الا الميثودات التي ترجع قيمه منطقيه بول. نجرب الان الكود، وكما تلاحظون اشتغل الكود بنجاح. تعلمنا الديليجيت، تعلمنا الاكشن، تعلمنا ايضا بريدكت. ما بقي الا فانك وايفنت ان شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.